أهلا بكم إلى أهم أخبار المال والأعمال. أظهر تقرير حديث لمركز المعلومات بمجلس الوزراء المصري بأن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت إلى مصر خلال 6 سنوات من عام 2007 وحتى 2013 بلغت 72.6 مليارات دولار. وأضاف التقرير بأن إجمالي صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة من 2007 وإلى 2013 بلغت نحو 37.3 مليارات دولار، بينما بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بخارج مصر حوالي 35.3 مليارات دولار. وأوضح أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تراجع بشكل ملحوظ في عام 2013 ليهبط إلى 3 مليارات دولار فقط مقارنة بعام 2007، والذي بلغ فيه حجم الاستثمار الأجنبي إلى مصر 13.2 مليار دولار. قال محمد الحراري المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن ميناء السدرة في شرق البلاد بدأ بتحميل أول ناقلة بالخام منذ إعادة فتحه بعد إغلاقه لنحو عام على يد الجماعات المسلحة شرقي البلاد. وقال مسؤولون بالميناء إن الناقلة رست بالسدرة وبدأت بتحميل 600 ألف برميل من النفط، حيث يضم الحقل حاليا مخزونات تبلغ نحو 4.5 ملايين برميل من الخام، ويتعافى إنتاجه وتصدير النفط الليبي في أعقاب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجماعات في يوليو الماضي برغم تصاعد القتال مؤخرا في طرابلس ما بين الفصائل المسلحة. أظهرت بيانات حكومية استمرار تراجع إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام خلال يونيو الماضي بمقدار 398 مليون دولار ليصل إلى 930 مليون دولار مقارنة مع 1.328 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق. وعزا تقرير التطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني هذا الانخفاض إلى تعطل الإنتاج بفعل أعمال التخريب والتفجيرات التي تعرض لها أنبوب التصدير الرئيسي في محافظتي حضرموت ومأرب في النصف الأول من العام. وتراجع الإنتاج خلال الفترة من يناير إلى يونيو إلى 8.4 ملايين برميل مقابل 12.31 مليون برميل في ذات الفترة من عام 2013. توقعت مصادر مصرفية أن يدفع بنك أوف أمريكا أكثر من 16.5 مليارات دولار لإنهاء تحقيقات تتعلق بأوراق مالية مضمونة برهون عقارية باعها البنك ووحدات تابعة له قبيل الأزمة المالية. ويضع البنك التفاصيل النهائية على الاتفاق القياسي مع وزارة العدل الأمريكية، ومن المتوقع أن يسدد 9 مليارات دولار نقدا والباقي في صورة مساعدات لأصحاب المساكن المتعثرين. والغرامة البالغة 16.5 مليار دولار ستكون الأكبر في سلسلة من العقوبات الضخمة التي تفرض على بنوك نتيجة لعدد من المخالفات، ومنها انتهاك العقوبات الأمريكية وتسويق أوراق مالية مضمونة برهون عقارية بشكل غير ملائم. انتقدت روسيا محاولات الموردين الغربيين للالتفاف على حظر استيراد المواد الغذائية عن طريق إعادة تصدير هذه المواد عبر بيلاروسيا، مؤكدة بأنها ستراقب عن قرب جميع حالات إعادة التصدير. واكتشفت هيئة الرقابة البيطرية والسلامة الغذائية يوم الاثنين محاولات لإعادة تصدير الفواكه والخضروات الأوروبية المحظورة من استيرادها في روسيا عبر بيلاروسيا. وتبين أثناء التفتيش بأن الفواكه والخضروات مستوردة من بولندا وهولندا وليتوانيا وبعض بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى التي منعت روسيا من الاستيراد منها ردا على العقوبات الغربية ضدها. يذكر أن سويسرا قد رفضت طلبات عدة دول في الاتحاد الأوروبي بشأن توريد منتجات غذائية إلى روسيا عبر الأراضي السويسرية، وذلك بهدف تجاوز الحظر المفروض من قبل موسكو ردا على العقوبات الأوروبية. أعلنت كريستينا فرنانديز الرئيسة الأرجنتينية بأن حكومتها تسعى لموافقة الكونغرس على سداد السندات الدولية في الأرجنتين بعد النزاعات مع الدائنين في المحاكم الأمريكية. وقالت فرنانديز إن الحكومة ستودع المدفوعات لإعادة هيكلة السندات في حساب بالبنك المركزي. الجدير بالذكر أن الأرجنتين تمر بمرحلة حرجة في معركتها مع صناديق التحوط الاستثمارية التي تحاول تحصيل ديون الأرجنتينية القديمة والتي تزيد على 1.5 مليارات دولار، ويرجع تاريخها إلى عام 2001 عندما أعلنت الأرجنتين إفلاسها.
أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك أن جميع رسائل البريد الإلكتروني التي تقوم الشبكة من خلالها بإخطار مستخدميها قد أصبحت مشفرة الآن، وذلك في مسعى منها لإفشال برامج التجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية. وقال تقنيون لدى فيسبوك إنه تم تشفير نحو 58% من رسائل الشبكة في شهر مايو الماضي، عندما يجري إرسالها إلى الكيان المتلقي الذي يجب أن يكون قد فعل تقنية ستارتي إل إس. وكان عدد من الشركات التقنية الكبرى قد تعهدت بوضع دفاعات أقوى لحماية بيانات المستخدمين بعد الوثائق المسربة من قبل إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي، والتي كشفت بالتفصيل عن عمق برامج التجسس التي تمارسها الوكالة. ختام جولتنا الاقتصادية، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.